فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي ديك في المنزل وقد اشتكى من صوته الجيران. عنده إيش؟ عنده ديك في منزله، يقول وقد اشتكى الجيران من صوته، فهل يلزمني إخراجه؟ وهل ورد حديث؟ لا، ما يبون الأذان أصلا، أخاف أنه يزعجهم. لا، الديك هذا ما هذا ينبه للصلاة، ونبه للصلاة، وقد أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. هؤلاء يمكن ما هم صلين. نعم، ما هو بيذن الديك إلا عند الصلاة، شيء معروف. نعم. ويقول حفظك الله: هل ورد حديث أنه يصيح عند رؤية الملائكة؟ إنها ترى ما لا ترون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنها ترى ما لا ترون. نعم.